بداية اهتزت بلدية ابن مسوس بالعاصمة مساء اليوم على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر لا يتجاوز 20 سنة. وحسب مصادر تلفزيون النهار فإن الشاب وجد منكلا بجثته داخل بناية غير مكتملة ومعرضة لحروق خطيرة بعدما تعرض للقتل على أيدي مجموعة مجهولة. وتنقلت على هذا مصالح الأمن والحماية المدنية التي نقلت جثته، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة الجنات. عادل زيدي رصد هذه المشاهد.